بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل صالح. تتواصل منافسات صباح هذا اليوم على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لهذا السباق المحلي التاسع. انطلق شوطنا السابع قبل قليل. هذا الشوط خاص بفئة اللقاية البكار، ونتجه إلى مقدمة الشوط حيث التقدم مع بنت الذهب لسعيد بن طارش بن جنون الفلاسي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول بنت الذهب، المركز الثاني شواهين لظافر بن راشد الدوسري، تحتل المركز الثاني، المركز الثالث نهب لسعيد بن علي بن سعيد الجربوع المري، وهذا الدهن يتقدم على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع. مرحبا طير الفرح والشوق غنى وزن على المركز الرابع لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. المركز الخامس التقدم من قبل الشاهينية لحمد بن عبد الهادي بن علي البريس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. هنا بنت الذهب لسعيد بن طارش بن جنون الفلاسي. الله يا بنت الذهب، وهي ذهب على ذهب، تحتل المركز الأول وتنفرد بالمركز الأول انفراد تام وتتقدم تقدم مميز. هذا هو شعار الفلاسي، وهذه بنت الذهب على مقدمة الشوط، ولونها لون الذهب وشكلها شكل الذهب. المركز الثاني شواهين لظافر بن حمد بن راشد الدوسري، بينما نهب تتقدم على حساب شواهين لتختطف المركز الثاني في هذه اللحظات. هذه نهب لسعيد بن علي بن سعيد الجربوعي، ويتابعها في التضمير محمد بن سعيد الدهن. المركز الثالث وزن المبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، تتقدم وزن في هذا الشوط اللي وزنه ثقيل وانطلاقة وزن ممتازة، ونتمنى لها التوفيق ولكل المشاركات. هذه وزن على المركز الثالث تتقدم في موقع ممتاز من هذا الشوط وفي هذا التوقيت بالتحديد. المركز الرابع حاملة الرقم 2 تتقدم من الجانب الآخر العبور لراشد بن محمد بن راشد آل مريزيق. هنا العبور والشعار محمد بن راشد بن عبيد، أراه بالعين على المركز الخامس، دخول على المركز الرابع وإلى الثالث مباشرة. ملوح، أول نداء لملوح لمطر بن علي بن سعيد الاكتبي. هذه على المركز الثالث. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء للمراكز المتقدمة. عودتنا إلى بنت الذهب. بنت الذهب والفلاسي مع المركز الأول. سعيد بن طارش بن جنون بن سعيد الفلاسي. بنت الذهب تقترب من لوحة الكيلو وين. هذا هو التكتيك من الفلاسي، التكتيك وهو المغادرة بناموس الشوط، وبالتالي إتعاب الملاحقين وإرهاق المطاردين والحالمين والطامعين في اختطاف الناموس. هذا الفارق الزمني سيعطيها أيضا أفضلية في الانطلاق في الوقت الحساس وفي الأمتار المطلوبة. روح يا الفلاسي، روح روح عبر اللاسلكي. هذه كيلو وين، كيلو وين وبنت الذهب على المركز الأول، وهناك فارق ما بينها وما بين بقية المراكز. ملوح، ملوح أخذت تقترب، أخذت تلاحق بنت الذهب. هذه ملوح، وصلت ملوح. شعار بالسعودي قادم على ظهر ملوح. الله، وصلت ملوح ووصلت هذه الأسماء. شعار بالرايهرة قادم، شعار أيضا، شعارات شعارات قادمة. مشاهدينا الأعزاء سنشاهدها أيضا في الكيلومترات المتبقية. تصل وتتقدم هنا الشاهينية لحمد بن هادي بن علي البريس على المركز الثالث. المركز الرابع هنا أيضا تدخل خطير، وصلت هنا الجليلة لسعد بن مبارك بالضعيف النابت، تصل على المركز الثالث. شعار الشوط الأول اليوم أو الشوط الثاني، شعار زعفران يصل على المركز الثالث مع بالضعيف. يلا يا صالح بن سالم ركز شوي، ركز يا أبو سالم، ركز مع الجليلة والزعفرانة قبل قليل
خطفت شور وقدمت عرض مميز، وهذه الجليلة تتقدم، نتمنى لها التوفيق. المركز الرابع نشوف هنا سيل 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 قادم وسيل جارف من البكار، أول المتقدمات الغربية لمبارك بن حمد بن سالم النابة، تتقدم الغربية تتقدم الغربية، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، ولكن أشوف رواية حمد بن سهيل بن حفار أيضا قادمة، وهنا أيضا هجوم من الليف داود بن سليمان بن عامر أو اللايف المدهوشي قادم المدهوشي، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مقدمة الشوط، مزاحة عامر بن محمد الفيدة أيضا قادم، ولكن بنت الذهب بنت الذهب بنت الذهب 700 متر غادرت بناموس الشوط، ذهب على ذهب، ذهب يا بنت الذهب، ذهب على ذهب، ملوح قادمة ملوح، وأيضا هنا مزاحة لعامر بن محمد بن عامر، ألطف له شعار زندبيل يصل، شعار زندبيل يصل في هذا الشوط، ولكن ملوح، وهناك بنت الذهب، حرك شوي حرك يا راعي بنت الذهب، هذه بنت الذهب 400 متر متسيدة هذا الشوط، واثق راعي بنت الذهب، ولكن ملوح ملوح بنت الذهب يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، ما بنت الذهب بنت الذهب بنت الذهب بنت الذهب غادرت بالمركز الأول، طارت بناموس الشوط، طارت قامت راس وانهت الشوط راس، هذا السبوق، هذا السبوق يوم ما عندك سبوق تموت حي، سلام يا راعي بنت الذهب سلام، تهانينا لسعيد بن طارش بن قنون الفلاسي سلام يا الإمارات سلام. المركز الثاني ملوح لمطر بن علي بن سعيد الكتبي، المركز الثالث مزاحة لعامر بن محمد بن عامر الفيدة، المركز الرابع والفرقة بلاوي ديرتي العزرة لسالم بن عرج بن حمد العامري، المركز الخامس جوده الواسع شملنا شيخنا اللي كنها الحر النداوي، مرحبا يا مرحبا. إذن المركز الخامس حاملة الرقم 39 بتعرف عليها، إذن المركز الأول والتوقيت الزمني للحظة وصول بنت الذهب 7 دقائق 44 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لسعيد بن طارش بن قنون بن سعيد الفلاسي 7:44 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس. المركز الثاني ملوح 7 دقائق 44 ثانية ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمطر بن علي بن سعيد الكتبي. المركز الثالث يا مخرجنا العزيز علي بشارب، هذه تصل هنا تصل مزاحة 7 دقائق 48 جزئين من الثانية، تهانينا لراعي مزاحة عامر بن محمد بن عامر الفيدة. المركز الخامس اللي ما تعرفنا عليه حاملة الرقم 39